البسبوسة السادة العادية خالص، ظريفة جدا وسهلة قوي. ايه المقادير بقى؟ معايا كوبايتين من سميد البسبوسة، كوبايتين من سميد البسبوسة، هنستخدم كوباية واحدة في معيار كل المقادير. معايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معايا نص كوباية من السكر، السكر الأبيض العادي، معايا نص كوباية من السمنة، سمنة حلوة كده وتكون سايحة، معايا كمان معلقة من العسل الأبيض، ومعايا علبة زبادي صغيرة اللي هي بتاعة العشا الصغيرة دي. تمام، هنحتاج للشربات بتاع مقادير البسبوسة دي اللي أنا بقولها كوباية سكر، كوباية مية، معلقة صغيرة من الفانيليا، وعصير نص ليمونة. تمام، نزينها بإيه بقى؟ نزينها بكريم شانتين، نزينها بفستق، اعملوا اللي انتوا عايزينه براحتكم، تاكلوها سادة بس كده، انا بحبها سادة خالص زي ما انتوا عايزين. انا عايزة ادخل السمنة دي المايكرويف تسيح عقبال ما نعمل بقية المكونات تكون ساحت هنا كده. ايه بقى؟ هطلع بولة واقوم حاطه فيها اول حاجه خالص السميد بتاع البسبوسه، اهو كوبايتين، هحط على السميد ده رشه ملح كده، وهحط عليه كمان السكر، نص كوبايه السكر الابيض العادي، وهنحط معلقه صغيره من البيكنج باودر. تمام، السميد، السكر، والبيكنج باودر، ورشه ملح خفيفه. هنقلب الكلام الحلو ده كله كده مع بعضه كده اهو. ده اول خليط. هعمل ايه بعد كده؟ عايزه اجيب بوله تانية احطها هنا كده جنبي برضو، وهجيب بقى السمنه اللي ساحت اللي هي نص كوبايه سمنه، وطبعا محتاجين نوع سمنه حلو، نوع السمنه الحلو بيفرق جدا جدا، خلوا بالكم. اهي نص كوبايه سمنه، عايزاها سايحه كده ودافيه شويه، وهحط عليها معلقه كبيره من العسل الابيض، وهنقلبه مع السمنه، والسمنه علشان دافيه العسل هيدوب فيها على طول وهيبقى ظريف كده اهو، هذا الشكل الظريف كده. هعمل ايه بقى؟ هاخدهم واحطهم على السميد اللي انا حطيت عليه السكر والبيكنج باودر كده بهذا الشكل، ولازم بقى ايه نقلبهم كويس قوي. انا عايزه السميد ايه يشرب من كل، يعني كل حبايه من السميد تاخد من الايه، من السمنه كده اهو. فبراحتك بقى ايه، بسيها زي ما بيقولوا كده اهو بهذا الشكل الظريف. بعد ما تعملي ده وتتاكدي ان السمنه خلاص دخلت كويس قوي في السميد وبقت تمام، اخر خطوه خالص بنعملها هي خطوه الزبادي. اول ما بتحطي الزبادي عليهم ارجوك تدخليها الفرن على طول. لو ناويه تاجليها شويه او جالك تليفون او حصل لك اي موقف لازم تروحي تعمليه، يبقى تاجلي خطوه الزبادي دي، لان الزبادي اول ما بنحطه على السميد بيتفاعلوا مع بعض وبيطلعوا ماده الجلوتين، فبتخلي البسبوسه تنشف لو سبناها ما دخلناهاش الفرن اوام. فاهمين قصدي؟ فدي نقطة مهمة، رغم ان احنا عاملين نفس المقادير وكل حاجة بس تطلع البسبوسة ناشفة، نبقى مش عارفين ليه. تمام؟ فهنحط بقى الزبادي كده اهو، وايه؟ اخلطه كده معاها. أول ما الاقي الزبادي شكله كده اختفى خلاص ودخل في البسبوسة، وبصوا بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بيبقى شكلها مرمل كده، ما بتبقاش سايلة، بتبقى مرملة كده اهو بهذا الشكل الظريف. ومعايا بقى صينيه، صينيه البسبوسه مدهونه، ويفضل يبقى فيها ورق زبده، ورق الزبده هيخلي سهل عليكي ان انت تطلعي البسبوسه من الصينيه في اي وقت، هتلاقيها سهله قوي. وهندهنها دهنه زيت كده خفيفه، ونحط لها كمان ورق زبده، ده هيبقى احسن. ما عندكيش ورق زبده ومش عايزه تحطي بلاش، بس ساعتها مش هتعرفي تطلعي البسبوسه من الايه، من الصينيه، مش هتعرفي تعملي الحركه دي. هتاكليها بقى على طول من الصينيه بالظبط، هتقطعيها كده وتاكليها من الصينيه على طول. لكن لو عايزه تقلبيها بقى في طبق وتعملي لها شكل والحاجات دي، يبقى ضروري ورق زبده عشان يسهل عليكي تقلبيها وتخلعيها منه. اهو
بصوا حطيت انا اهو كده ورقه زبده ورشه زيت كمان دهنه كده ظريفه كده اهو عشان نضمن انها ما تلزقش ابدا. وناخد البسبوسه كده وننزلها في الصينيه ونكون حاطين قصدي مسخنين الفرن على درجه حراره 180 تمام. ونحط البسبوسه في الرف اللي في النص هتاخد لها تقريبا 20 دقيقه 25 دقيقه. لو لقيتيها احمرت من الحروف واخدت لون لكن لسه من فوق وشها فاتح افتحي عليها الشوايه بس حاجه خفيفه. اول ما خلاص بتاخد شكل ولون وحلوه بنحط لها الشربات على طول. الشربات بيبقى سخن هو كمان. اول ما تطلع البسبوسه تتسقي بالشربات السخن ونغطيها لمده 5 دقايق مثلا ولا حاجه علشان ايه تشرب الشربات حلو. وحط لها مقدار الشربات كله اللي انا قلت لكم عليه. احنا معانا كريم شانتيه في الثلاجه صح؟ ايوه تعالى يا كريم شانتيه. ممكن كده ايه البسبوسه الحلوه بقى اللي احنا عاملينها دي اهو وانتوا بقى براحتكم برضه عايزين ما تزينوهاش بالكريم شانتيه تحطوا مكسرات بس ما تحطوش حاجه خالص براحتكم كده. ومعانا شويه فستق برضو كده ظريف وخلصنا الحلقه يا جماعه. يا رب تكون عجبتكم وكانت ظريفه وتعملوها بقى في العيد ان شاء الله.